التحية متجددة بحضراتكم من جديد في تواصل الانطلاقات والتحديات التمهيدي الخاص لسن الحقايق عندما تابعتوا أول الأشواط فهنية العزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي على فوز الشاحنية في أول الأشواط. نسير على بركة الله وتوفيقه في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة ويسير الشوط الثاني وهو يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان. نتابع المقدمة والمركز الأول اللي تتقدم على مقدمة هذا الشوط اللي يتقدم في هذه اللحظات ويتصدر الجعدان. هذا هو مدلل حميد بن سعيد بن علي المحاربي بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني. أرى القدوم والانطلاق من مهيب لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي بينما في المركز الثالث اللي يحتله هذا ناصي لسعيد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري بينما في المركز الرابع اللي يتقدم في هذه اللحظات الوصول من مولع حمود بن سعيد بن سالم ايضا اللي يتقدم السريحي في المركز الرابع بينما في خامس التحديات ما شاء الله. هذا هو هشيم لجمعة بن سعيد بن سالم الغيلاني يحتل المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى في تحدي هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء القوية القادمة في هذا الشوط والعودة إلى المركز الأول، العودة إلى مدلل والدلل يمدلل على الصدارة على هذا الموقع. الكل يرغب بهذا الموقع والكل يبحث عن الفوز المشرف. يتواجد مدلل الحميد بن سعيد بن علي المحاربي المركز الثاني. يا سلام الوصول من مصيح لعلي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي بينما في المركز الثالث يتقدم حشيم لجمعة بن سعيد بن سالم الغيلاني. يا سلام والمركز الرابع وراقب القدوم على المركز الرابع في هذه اللحظات. هذا هو ريبهال لعبد الله بن علي بن سلطان الكتبي يحتل المركز الرابع. وخامس التحديات يأتي مهيب لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. ولكن هنا بدينا في الستمية متر الأخيرة وغير الغيلاني أغير إلى البداية الأولى أغير إلى المركز الأول. حشيم 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 السلالة الصوغانية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام جولة الأوامر النهائية. تحرك حشيم راح إلى البداية الأولى جمعة بن سعيد الغيلاني وريبها ريبال ريبال. نعم غير 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 إلى البداية الأولى. سلام لعبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي وحشيم يعود إلى المعركة. اللحظات الأخيرة العين 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 العين. تهانينا والناموس لمالك ريبال عبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي. المركز الثاني حشيم لجمعة بن سعيد الغيلاني والمركز الثالث أتى في مصيح لعلي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي. والمركز الرابع المركز الرابع أتى في مدلل حميد بن سعيد بن علي المحاربي. وخامسا فكان من نصيب اللي هو ناصي سعيد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. فتهنيتنا والناموس إلى مالك ريبال الذي فاز بناموس هذا الشوط. توقيت الزمني 4 دقائق
و33 ثانية تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي على هذا الفوز الذي قدم ريبال عندما ينتزع هذا الشوط ويهدي هذا الفوز والانتصار إلى أهالي مدينة العين ومنطقة الفوعة. تهانينا وناموس على هذا الانتصار.